اعتقد بان بعد كرات شحاني اعتقد بان الكفه قد تكون قد تساوت هنا مطارد وركله جزاء والحكم لا يقول لا. الحكم لا يقول لا في اللقطه الماضيه. نعم ركله جزاء لصالح الاهلي من خلال التدخل الماضي. لاحظ مع التوغل في كرة ساقطة خلف المدافعين، التوغل لمسة اليد اعتقد كانت موجودة او لربما هناك التعثر اللعب بقدم المنافس من خلال التدخل. نعم دهس بالقدم موجود من خلال التدخل الماضي، هذا ما نراه ولدى الزملاء. لا والله واضح، واضحة خلاص، واضحة وضوح الشمس في كبد النهار. هكذا ركلة جزاء وفق من خلالها حكم الساحة في احتسابه في التدخل الماضي، والاهلي يقترب من ان يكون اول من يتقدم بنتيجة هذه المباراة. مشعل عبد الله من احرز التسعة اهداف لربما تكون هي العاشرة على مرمى الشحانية من خلال بطولة الدوري، الفريق الذي يتواجد في المركز العاشر. الهدف العاشر اعتقد سيذهب بالاهلي الى منطقة اكثر وابعد مما هو عليه الان. نشاهد ونتابع مشعل عبد الله، خبرة السنين لا تنقص مشعل عبد الله، لكن الطموح من جانب جاسم الهيل قد يعني يحول دون ذلك. نشاهد ونتابع هل يكون الهدف الاول ام انها نقطة تحول في مسار هذه المباراة. نشاهد ونتابع بالتصدي من جاسم الهيل هنا المحاولة. الهدف الاول، الهدف الاول هنا للاهلي. نعم يتقدمون باولى الاهداف، يعبرون باولى الاهداف عبر الهداف مشعل عبد الله. الهدف العاشر على مستوى بطولة الدوري بكل ثقة. جاسم الهيل في اليسار والكرة في اليمين، هكذا قصة التقدم وحكاية التقدم في شوط المباراة الاول ياتي لصالح الاهلي في هذه المباراة. اذا الاهلي يتقدم باحتساب صحيح. خطأ لصالح الاهلي على مشارف منطقة الجزاء. هل يوجد من بين اصحاب القمصان الخضراء من يستثمر مثل هذه الكرات امامية؟ الكرة مرسلة راسية تعود في المرمى. الهدف الثاني للاهلي في هذه المباراة. نعم يتقدمون بثاني الاهداف، والجدل التحكيمي قد يكون كبيرا على هذه الكرة وعلى هذا الهدف. احتجاج كبير من جانب مدافعي الشحانية على الكرة الماضية. نشاهد في الإعادة، من هنا بدأت، من هنا روضت، وبعد ذلك نفذت ووصلت إلى المرمى لتعبر الكرة مرمى الشحانية وتسجيل ثاني الأهداف. كان فيها لمسة اليد، هل كان من خلال لمسة اليد في التوغل؟ أعتقد بأن الأمر لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، ولربما نقول بأنه دعوها للمختصين يتحدثون عنها بشكل تفصيلي. من هنا لم يكن ذلك، من هنا كذلك نتحدث هل كان. والله لا يوجد لمسة، وان حارس المرمى كان يؤكد على ذلك، لكن ام تمريرة، تصويبة ام تمريرة. اوهو، هدف تقليص الفارق للشحانية، هدف تقليص الفارق للشحانية في هذه المباراة. نعم هكذا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت اظنها لا تفرج، عبرت وكنت اظنها لا تعبر. من هنا كان العبور من الاول، بعد ذلك التغيير، ومن ثم الكرة كانت يعني في غاية الذكاء، فيها كثير من الحرفنة من العقلانية والتعقل في التعامل مع الكرة. لمحة وجود حارس المرمى مبتعد تماما عن الزاوية، بعد ذلك اقتناص الزاوية البعيدة لحارس المرمى عامر الدوسري. بذلك من قال بأنهم يستسلمون؟ من قال بأنهم يتراجعون؟ كرة خاطفة، كرة خاطفة هنا. علي فريدون، علي فريدون من الذين لا يستسلمون، لا يتراجعون. هؤلاء لا يعرفون الخسارة. من هنا كان خطف للكرة الماضية وتصويبة من المناطق البعيدة، ضربة موجعة على الشحارية. لاحظ معي علي فريدون، لا تغلط قدام اللي ما يغلط، لا تغلط قدام اللي ما يغلط. استغلال الفرص، هكذا يأتي
من امام من لا يخطئون الشباك، لا تخطئ امام من لا يخطئ الشباك، لا تخطئ امام من لا يخطئ الشباك. هذا هدف من اجمل الاهداف على مستوى هذه الجولة. نعم غيرت منها المسار، لكن هكذا كان اتخاذ القرار من جانب علي فريدون. الهدف الثالث ياتي والمهمة تتصعب على الشحانية. احبتنا الكرام الى الاخطاء والنيران الصديقة، غلطة الشاطر بألف يا الدوسري، غلطة الشاطر بألف اختصرت الكثير والكثير في الوقت الذي رفض من خلاله. هاجموه الشحارية في التسجيل، الدوسري يعني يقدم الهدايا في هذه المباراة. خطأ فادح جدا، خطأ فيه الكثير من العدم. الكرة الأخيرة واللحظة الأخيرة المحاولة، الله على كرة معها. مشاهدينا متابعين الكرام، حكم اللقاء السيد سلمان أحمد فلاحي يطلق صافرة معلنا عن نهاية هذه المباراة بتفوق الأهلي على الشحانية بثلاثة أهداف.